صدور الفراخ بالاناناس والافوكادو. عندي صدور فراخ، عصير اناناس، عصير ليمون، كزبره خضراء، زيت زيتون، كمون، ملح وفلفل، ثوم، اناناس، افوكادو، بصل احمر، لبن جوز الهند، بهارات دجاج، وانا هعملها مع الرز الابيض. طيب كده يعني ايه ان شاء الله كله شغال. هنا الفراخ بتاعتي عايز اعملها بطريقه حلوه وجميله. بعد ما حطيناهم كده حضراتكم اهي، هديها تتبيله حلوه، شويه ملح، شويه فلفل، سنه كمون صغيره، بهارات فراخ، واديها تعفير دي صغيره عشان نعمل لها شخصيه. زي ما حضرتك كده شايفين، طيب حبه زيت. انا بسوي البطاطس بتاعتي تسويه كامله، تسويه كامله، وحط هنا حبه سكر. مش كتير، بقطعها شرايح رفيعه، كده نحط الاناناس بتاعتي، ونطلع الفراخ بتاعتنا. ننزل بقى في نفس الحلة ثوم، بصل احمر اهو، ونجيب حلة للنار للرز كده. حضراتكم ادي البصل والحلة على النار دي، عايزة معلقة سمنة بلدي حلوة، اذكر لي الرز عملناه اهو، نحطه في الويتنج بقى على الشواية اهو كده. وكده عندنا الجوز بتاع الاناناس، اها 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 اها، هو ده يا باشا، هو ده. يبقى كده حطينا جوز الاناناس وكرملنا، كرملنا الاناناس بتاعتنا. الرز شغال، فراخنا مستويه اهي، وعندي شويه البقدونس للتزويق، ويديله شويه بهارات فراخ، وسنه ملح، وسنه فلفل اهو. ادي حبه ملح، حبه فلفل كده كده، وادي كمان شويه عصير اناناس زي ما احنا اتفقنا، وادي الجوس اللي نازل مني، بدأ خدت كده الطعم. خلي بالكوا شوف هنعمل ايه بس عشان اليوم يعدي على خير. قوم بقى ايه يا سيدي، فريش كريم اهو، طيب كده هنا نكسره. عايز الحبايبات بتاعة الافوكادو تبان، حبة الرز الحلوين دول اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة. لا يا عم والله العظيم ابدا، انت ضميرك وحش.